ما نكذبش عليك، ما عمري ذبحت، ما نكذبش الصراحه، مي الوالد ديالي تيذبح وتيسلخ راسو، ما تيشد مع حتى شي واحد، تيقرا واحد الاذكار، تيدبع بوحدو الحولي، تينعس، تيدبح ويسلخ كلشي ديال الله. ما نكذبش عليك، باقي ما عندناش هذيك لونفي ديال الديره، مقاتلين مع الوقت ومقاتلين، فهمتي، خدمه وهذه ما عندناش، ما تعلمناش الصغر. الوالد عندي تيدبح بوحدو، واخويا بينو وبينك تبدلات، كان ديك شحال هذه المبخار، دابا وليتي الحولي ما تاكل فيه والو، النص ديالو تتصدقو والربع ديالو والكوليسترول غير ما خاصك تاكل كاع اللحم، فهمتيني ولا لا؟ انا نهار العيد تناكل كفيته ديال بكري ولا كفيته ديال الجمال، ما تناكلش كاع الغنمي نهائيا، فهمتيني؟ اللحم تناكل، ماشي ما تناكلش كبده القلب، داك الشيء ما تناكلوش، تناكل الحيمات كفيته شي مبخر تقليه، داك الشيء ما والو، ما بدال دابا ولا عاق عليا، عاق عليك بنادم ما كريدي، فهمتيني؟ وشي تعاق عليه، كاين مسكين ما عندوش واحد حوله على قد الحال، الاخر تيجي جيت الغرور. دابا ولينا في واحد الوقت اخويا بلا عيد الكبير بلا عيد الاضحيه، ولينا في واحد الوقت ولا الانسان مغرور، والانسان المغرور تقولوا الناس زمان بحالو بحال الطائر، الطائر تيبدا يطير تيعلي في السماء من تلقى التواسع، قد ما طاروا الا قد ما تيبان في عين الناس صغير. وكاينين الناس اللي باقيين عندهم دوك التقاليد، خصك تطلع تطلع للعروبيه مازال تلقى الناس، اما المدينه دابا بنادم كي تيقولوا النخوه على الخوه والغرور، ما بقاش ديك الوقت، وقت تبدلات، كذبت عليكم اخوتي، لا بيل ايبوك مشات، ديك الوقت ديال الجيران والشواء، دابا كلشي سد عليه وكلشي با العيد باش بنادم ياكل، ما لا ما تنذبحش، وغير ما تنزعمش وصافي، الحمد لله تنصلي تنصوم كلشي، هذيك الزعمه ديال باش ندوي كنحاول هذا العام ان شاء الله نذبح ان شاء الله باذن الله، تيذبحوا لي اخويا ان شاء الله غنحاول هذا العام، هذا غنحاول ان شاء الله باش ندوز بيدي انا ان شاء الله. لا ما بقاوش، حيت الناس اللي كنا تنشوفوا في الثمانينات في 79 في 76 ما بقاوش، انا تنشوفوا ناس اخرين، ما بقيناش نشوفوا داك الناس اللي كنا تنشوفوا في الاول. انا راه زياده وخلق في المدينه وكبرت في المدينه وزيد في 71 وعندي 50 عام دابا، الناس اللي كنا تنشوفوهم وتنحسوا بهاد التقاليد والديور محلولين، طلع لهاد الدار وطلع لهاد الدار وطلع لهاد الدار، ما بقاوش، بقاو الناس اللي هما من طبيعة الحال حنا كما تنقولوا على بيضاء اللي كانوا الله يعمرها دار يحيد حويجه ويعطيهم لك. دابا الناس ولاو فهمتي ولا شي شي ولا شي ما حامل شي ولا تنعيشوا واحد العيشه ما كناش ديك العيشه اللي كنا تنعيشوا، ما بقيناش نعيشوا حنا دابا. انا ما تنذبحش ولكن تنعاون، يعني الوالد هو اللي كيذبح حيت هو اللي من زمان ملي تزادينا هو كيذبح لينا، ولكن كنعاون يعني في اي حاجه، كندير كل شيء تقريبا، كنعاونو في الصليخ، كنعاون في الهيدوره تندير ليها الملحه، يعني اي حاجه كتعلق بالاضحيه كنعاون، يعني كنعاون، ودابا هو كيعلمني من عام لعام تيقول لي ها انت كيفاش دير الذبح باش ان شاء الله نولي نذبح، يعني ملي غتزوج ولا شي لعبه راه ضروري خصك تذبح راسك، هذه حاجه عاديه، خصو يذبح الراجل اللي تزوج وحيت كيلزم عليه ضروري يشري العيد ديالو، وخصو هو راسو يذبح، ما خصش يتسنى شي واحد اخر الله يجيب جزار ولا، حيت حنا شحال هادي راه ما كناش كنجيبو جزار، عاقلين يعني على جدودنا ما حتى واحد ما كيجيب جزار، اي واحد كيقضي شغلو بيديه، والراجل راه خصو يكون كيذبح الدم بين لي الدم اخويا، هادشي اللي كنعرف انا خويا. العادات والتقاليد اش غنقول لك، داكشي غادي وكاين اثر كي كنقولوا، ما بقاش ذاك العادات والتقاليد. دابا انت كتشوف يعني الاجواء ديال العيد ما كايناش، غير الا كتشوف الحاولي غادي ولا التبن كيتباح في الزنقه باش كتفكر راه العيد، امتى العيد كيقول لك راه نهار الاربعاء، ما التقاليد ما بقاتش اخويا ما نكذبش عليك، ما عرفتش كيفاش غنقولها لك، ولكن الناس ما غادي هادشي ماشي غير في العيد، راه في بزاف من الحاجه لعبوا شركوا كلها، ما بقاش ذاك التقاليد كي كنقولوا حنا صراحه، كنتوحشوا ذاك الايامات ديال شحال هادي، ولكن ما بقاش، ما عرفتش شنو تبدل، الوقت تبدلات كنظن، وبنادم مطارق طرق بزاف في الراس، هما اللي ما خلاوش بنادم بحال هكا، بنادم ضربه مع الكراوات والما والضو، كنظن هادشي هذا هو اللي خلى بنادم باش ما يفهمش. دابا غير كي كنقولوا حنا في الايامات ديال العواشر والعيد الكبير كنا كنسمعوا الاكثريه كتسمع ذاك القضيه ديال الخطوبه كيخليوها حتى للعواشر فهمتي، دابا ما بقاش لا خطوبه لا زواج لا والو، راه هادو راه كندخلوا مع العيد الكبير كي كنقولوا ما بقاش هادشي هذا. لا ما كنذبحش ما نكذبش عليك، كنساعد خويا كنساعد، انا اصلا ما بقاش كنعيد هنا، مش كنعيد في العروبيه باش نجيك من الاخر، ما بقاش عيد المال ما بقاش كنعيد عند نسابي في العروبيه احسن ليا كنرتاح الاسباب بزاف، ماشي انا كنصلي الحمد لله كنصلي اللهم لك الحمد، هو ما معودش كنعاون ان
سلخ نسلخ معاه، ولكن باش نقرب لحولي كتجيني بحال ما غنحملش نكذبش عليك، ما حبيتش نذبح، ما نقدرش نذبح. الا ما بقاتش خويا قرضات، بقات صلات رحيم بعدا الاولى، بقى علاش انا قلت لك العروبيه؟ العروبيه مازال بقى اللمه، باقي الناس كيتلموا على الكوزينه تاعي، تبعوا الضوا، انا كانت الدار البيضاء، كل واحد ساد عليه محالو، ما كاينش كاع اللي يسول عليك كاع ذبح ولا ما ذبحش ولا موت ولا قليل اللي يسول، انا ما معك كثر التليفونات خلاص دابا الواتساب واللي خدام، بارك واش راك تشوف فيك كذبح في التليفون، كاع ما يجي عنده كاع، شتي على طايره ولا اش كيديرها؟ كتجيك ديك الحنين، اخر الله يسمح ليا، اعوذ بالله من هذيك الكلمه، ما كانش انا في خمبوي من القبر حطها معايا، يا اعوذ بالله من هذيك الكلمه اللي قلت، انت فكرتيني في الوالده مسكينه، الوالده مشات الله يرحمها. كرهت ديك اللمه ترجع ديال الوالدين والخوت، حتى الحنان ما بقاش، ديك الحنان ديال الخوت ما بقاش، ما بقاش ديك الحنان ديال الخوت، عباد الله ما بقاش، بقات ديك اللمه. انا كنقول لك مازال العروب البلديات، ما نقولش عروب البلديات، باقي فيهم، باقي عندهم ديك اللمه وديك بحال عيد كبير، اجواء باقي عندهم. حنا الدار البيضاء زيرو، خيبت، نجيك بالاخر، ما بقاش فيها ديك اللمه وديك. دابا شي بغا تقول لك سير طرح سميتو، تيقول لك المبارك واش لك ويخنزر فيك بحال ديك المبارك واش تقول لك من فوق القلب ديالك. اما ديك الناس اللي في الباديه تيقول لك المبارك واش لك ويعرض عليك يقول لك تعشى عندي اليوم، واش انا صوني انا مشيت للعروبيه مشيت عند صراغنا، هادشي في صراغنا كيعرضوا عليا كل نهار، كيعرضوا عليا كل نهار 15 يوم قريحة، كل نهار معرض عند واحد. علاش انا ما كنذبحش؟ ما نقدرش نذبح في العيد الكبير، فهمتي؟ كاين الاخ ديالي الزار هو اللي كيذبح، حيت ما كنزعمش. لا شحال هذه كانت اجواء العيد، دابا غاديه وهي اجواء كتمشي كتمحى، اجواء ديال شحال هذه كانت البركه، كانوا الناس زوينين فهمتي، الناس كيتسالي وكيمشي يعيد على، دابا واحد كل واحد كيسد الباب ديالو، مابقاش اجواء ديال العيد. شحال هذه كانت الاجواء ديال العيد ديال بصيان، وكانت البركه، وكاين كانوا الناس ديال الناس زمان البركة فيهم. العادة شف والله العظيم أعطيتني فرصة، دعني أتكلم. بئس العادة، التراث اللامادي. سمعت واحد السيدة كتقول وحنا بقى عندنا العادات كنديروا الحنة الحولي. ما تخلى، هذه تقاليد، هذه خرافات وخزعبيلات، وهذه كدير الملحة، وهذه كدير البخور، كنديروا له الحولي، كنديروا الحولي الملح نحنيو ليه. والله الا شي مقرف بالتخلى. التراث اللامادي هو العلم والاداب والفلسفه والتاريخ والجغرافيا، اي ان غير ماديه، والشعر والجدل والعلم الكلام والفقه والشعر والخطابه، هذه هي التراث اللامادي. اما تحني ودير وتطلق سميتو المخينيزه على حولي وتحني لرجلي، ما هذه القاذورات الاركيه المتوارثة ما اجمل. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزياره موقعنا www.masinktv.ma.